هذا السطر بدنا نعمله عدلة أو وجه، نشتغل البداية. اثنين أربعة ستة. هلأ هدول الست غراز رح ندخلهم من خلف هاي السنارة، شايفين، ونعمل منهم غرزة بهالطريقة. رح نخليهم على السنارة، ما رح ننزلهم لأنه بدنا نعمل لسا غرزة تانية منهم. ندخلهم كلهم بقلب السنارة بهالطريقة لحتى تلاقوا طريقة سهلة بتنزيلهم. قربوا هاي السنارة للأمام هيك وبيطلعوا معكم بكل سهولة الغراز، شايفين. هاي الطريقة كتير سهلة لحتى تعملوا هاي الحركة. هلأ منكمل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، مزبوط. هلأ كمان هدول الست غراز اللي عملناهن بلفتين على السنارة كمان رح ندخلهم هيك بالمقلوب. ناخد لفة، هي أول غرزة. هلأ بدنا نعمل الغرزة الثانية منهم، شايفين، بتلاقوها بهالطريقة اللي أنا قلت لكم عليها، كتير إنه سهل. نقرب السنارة للأمام وليك، شوفوا شوفوا قد ايه سهلة، ونطلعهم بهالطريقة ومنكمل. واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا هو.